صباحكم يا عالم نورون. اليوم هو الخميس التاريخ 15/10/2010. درسنا اليوم يا تلميذ يا حلمين هو النظافة. كما مرة النظافة، ماذا تعني النظافة يا تلميذي؟ تعني النظافة أن أكون أنا نظيفا وأن يكون كل شيء من حولي نظيفا، أن أحافظ على نظافة جسمي كتقليم أظافري، كقص شعري، وأن أحافظ على جميع ما حولي نظيفا. في عندي هون يا تلميذي مجموعة من التمارين. درسنا اليوم النظافة. في عندي صفحة 8. صفحة 8. النظافة من الإيمان. طلعوا عندي هون يا تمهيدي أول صورة تعبر عن فتاة، هنا تعبر عن فتاة تنظف الطاولة، سلوك صحيح، ممتازين. وهنا أحافظ على نظافة صفي. شوفوا الولد الشطور هون يحافظ على نظافة صفه ولا يرمي المهملات في الأرض. في عندي هون نشاط، خلينا نحله مع بعض. أضع إشارة صح تحت السلوك الصحيح. ننظر إلى الصورة الأولى. في عندي هون مجموعة أولاد ينظفون المكان من حولهم ويضعوها في سلة المهملات. سلوك صحيح أم خاطئ؟ نعم أحسنتم، سلوك صحيح. أضع صح تحت السلوك الصحيح. ننظر إلى السلوك الثاني، الصورة الثانية. شوف الولد هون تمهيدي يرمي المهملات من حوله، يأكل الماوس ويشرب ويرمي الزجاجة حوله. سلوك خاطئ أم صحيح؟ خاطئ، أحسنتم. صفحة 9، كمان عندي هون مجموعة من السلوكات. أول سلوك أقلم أظافري، سلوك صحيح. حكينا قبل هالمرة لازم أقلم أظافري وأقصها وما أخليها طويلة عشان ما يتجمع الأوساخ تحت الأظافر. السلوك الثاني وهو أقص شعري، لازم أقص شعري خاصة الأولاد عشان يكون منظري جميل ومرتب. الصورة هنا استحم بالماء والصابون. حكينا يا تمهيدي إحنا سابقا في مادة التدريبات أنه لازم أستحم أقل إشي مرتين بالأسبوع عشان أحافظ على نظافة جسمي. إذا سلوك صحيح. آخر صورة وهي تعبر عن ولد يلبس ثيابا نظيفة. لازم حكينا يا تمهيدي عشان أكون نظيف أغير ملابسي باستمرار عندما تتسخ. في عندي هون نشاط، أضع إشارة صح تحت السلوك الصحيح. في عندي هون أول صورة، انظروا هنا ولد ملابسه نظيفة ومرتبة وشعره مرتب بمشط شعره عماله. إذا هون عندي راح أكتب صح أمام السلوك الصحيح. وهون عندي الصورة الثانية، ولد أواعيه متسخة، شوفوا شعره طويل. إذا عندي هون سلوك خاطئ. إذا بدي أحط إشارة صح أمام السلوك الصحيح. ويعطيكم ألف